السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك المظلومين والهداة المهديين. وحجج الله على العالمين، والذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليه يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. تجاوبنا بالإرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات،
منازل جبريل الأمين يزورها من الله بالتسليم والصلوات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات ديار علي أضحت اليوم بلقع ديار علي أضحت اليوم بلقع وآل زياد تسكن الغرفات. ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور قبور بجنب الماء من أرض كربلاء قبور بجنب الماء من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي. يا أبا عبد الله أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. يا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. أمشي وحدي بالليل أمشي وحدي بالليل 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 وانقل بالجدم قوة لقيتك وذرع التربان على التربان وقولا هو مو هو وصي وصيح
عطش عند الشمر وياي هيك بمن حرك سوى يا يم يا يم يا يم يمك صدت صوب العدوان يمك صدت صوب الخيل اريد ادعي على العدوان يما طالعت الحوافر زين قميصك بالحوافر كان يا يما قميصك بالحوافر جايان كلكم حافظين هالأبيات يما من الوالدة من الوالدة يا حسين يا ابني يا ابني يا من يا ريت ذبحك ذبحني يما يا من يا ريت ذبحك ذبحني يما زعدني اسعدني على ابني تحبني يا بوين اليواسين بدمعته على حزين اللي ذي حزوا رقبته ويلي ويلي وظل الثلاث ايام جفت انا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وما زلنا في سلسلة بحث التطهير الخاصة والمنحصرة في أهل البيت بكل معانيها ومفرداتها سواء على مستوى الطرح القرآني أو على مستوى البيان الحديثي أو على مستوى قيام القرائن الأخرى. وقلنا أن الآية آية التطهير إنما هي طاردة عن كل ما سوى أهل البيت فمصداقها لا ينطبق إلا على أهل البيت صلوات الله عليهم. وسقنا أدلة كثيرة. واضح إخواني؟ اليوم بودي أن أطرح إشكاليتين أو ثلاث إشكاليتين أو ثلاث ونحن على أبواب شهادة النبي الأكرم. وكلا الإشكاليتين متعلقة بالنبي الأكرم تعلقا مباشرا ومتعلقة بأهل البيت لتعلقها برسول الله صلى الله عليه وآله. أولا، كيف نثبت أن آية التطهير والتي إخواني هو جاي التليفونات صلوا على محمد وآل محمد لاحظوا أحبتي، إذا نظرنا في آية التطهير وأثبتنا كون التطهير الوارد إنما هو تطهير تكويني لأهل البيت وأثبتنا ذلك بأدلة عدة، وهذا ما اتفق عليه عموم المسلمين، يعني مو كلام إحنا نتقول على الآية وإنما عموم المسلمين حتى من غير الشيعة قالوا بذلك. لماذا قالوا بذلك؟ لأن الآية حصر الآية بإنما يدلل على أنه موضوع خاص بجماعة دون أخرى. تأملوا إخواني، فإذا قلنا أن هذا التطهير متعلقه العمل، تطهير متعلقه العمل، يعني إن أحسنتم العمل، إن جئتم بالعمل الصالح قادكم العمل الصالح إلى المن؟ إلى الطهارة. فمتعلق الإرادة العمل،
واضح الكلام؟ لما نأتي إذا كان متعلق العمل متعلق الطهارة هو العمل، واضح؟ ومتعلق الإرادة هو التطهير عن طريق العمل، لا يحتاج إلى حصر. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، لأن هذا الموضوع يختص بأهل البيت أم بكل الناس؟ فما هو وجه التخصيص؟ حكم خاص بأهل البيت، واضح الكلام؟ حكم خاص. ولا شك أن التخصيص مدعاة إلى اختلافه عن الحكم الأول، وهو إرادة التشريع في التطهير التي سبقت في النساء، يتعلق تطهيرهن عن طريق تلك الأوامر والنواهي التي ذكرت. فلا شك ولا ريب، وهذا ما قاله عموم المسلمين، أن الطهارة هنا جاءت طهارة تكوينية. لاحظ، لكن الإشكالية كيف تكون تلك الطهارة تكوينية بأمر من الله وفي ذات الوقت لا تسلب من أهل البيت إرادته، لا تسلب من رسول الله اختياريته؟ أنتم تقولون أن تلك الطهارة فرض من الله، أمر من الله، إرادة من الله، فبتحولوا إلى آلات، واضح؟ دعوني أضرب مثال. الآن إخواني، أنا وأنت نحرك أيدينا، نحرك أرجلنا، هذه الحركة في اليد، هذه الحركة هل تتحرك اليد عن طريق الأمر بالصوت؟ ها؟ لو بمجرد تحصل إرادة الحركة فيك تتحرك اليد، صح ولا مو صح؟ طب هذا بالوجدان أنتم تعرفون. فحركة اليد تابعة لمن؟ لإرادتك. حركة اليد تابعة لإرادتك، إن تحققت إرادتك في حركة اليد تحركت اليد. حركة اليد اختيارية أم جبرية؟ هاي اليد مو حركة اليد بلحاظك أنت، أنا ما قلت لك إرادتك في حركة اليد اختيارية لو جبرية، لا، قلت لك الحركة التي صدرت من اليد بما هي حركة، هذه اختيارية لو جبرية بالنسبة إلى اليد، جبرية لأني أنا أردت ذلك تحركت اليد. فاليد هي مذنبة إن ضربت، إن صفعت بها مؤمنا، أم أنا؟ من المسؤول المباشر؟ مع العلم هي اليد التي صفعت. إذا أخذت بيد ضرير وأعنته على أن يعبر الطريق، أو رجل كبير أعنت إنسانا، هل الفضل ليدي أم الفضل لي؟ الفضل لي. تأمل، وإذا أسأت بيدي فالإساءة مني، إذن كون اليد لا تتعدى كونها آلة أنا أستخدمها في أعمالي، أكثر من هذا ماكو. حتى هذه العين التي أبصر بها، إنما وقوع هذه العين على ذاك وذاك وذاك تبعا للإرادة، فهناك من عصم عينه، وهناك من عصم يده، وهناك من عصم جوارحه وجوانحه فكان بإرادته مؤمنا، وهناك من أطلق العنان لجوارحه فصارت جوارحه مدعاة إلى الإثم. وبعد المسؤول من؟ أنت، إرادتك. هسه وإن كان هذا المثال فيه شيء، ولكن هكذا تصوروا، تصوروا أن طهارة وعصمة أهل البيت والإرادة في تطهيرهم كحركة اليد بالنسبة لك ولي، فلا فضل لليد في كفافها عن الحرام، ولا فضل لليد في أفعالها، وإنما كل ذلك تبعا للإرادة التي تصدر منك ومني. أعتقد واضح الإشكال، ما يحتاج بعد نبين أكثر. هنا بودي أن أشير إلى نقطتين، نقطة المشيئة الإلهية والنقطة الثانية الحكمة الإلهية، حتى نحل هذا الإشكال اللي هواي يطبل به البعض، هواي البعض يطبلون بهذه الإشكاليات. هو أبدأها بحديث للإمام الرضا صلوات الله عليه، أو للإمام المعصوم، وردت الرواية أن الله عز وجل كيف تكون مشيئته لما سئل صلوات الله، والرواية أوردها الشيخ الكليني في الكافي عن المعلى ابن محمد. شوية خلونا ننتبه للرواية، لأن هذه واحدة من الإشكاليات اللي تطرح، وأنا لولا أن هذه الإشكاليات مهمة ما أطرحها على المنبر،
ولكن لأن هذه الإشكالية تيجي يوم من الأيام، خب أنت يجوز سامحها بعد، مو يجي يوم تسمعها، لا أنت سامح. لاحظ الرواية، كيف علم الله؟ سئل العالم كيف علم الله؟ كيف علم الله؟ هسه ما أدري أخذك بعد إشكالية ثانية بها مجال. لاحظوا أخوان، البعض يتصور علم الله بغد، علم الله بما بعد غد. الله يعرف أو لا يعلم؟ يعلم أم لا يعلم؟ يعلم بالخلق قبل الخلق. فعلم الله، تصوروا أن علم الله بخلقه، فإن ذلك يعني أن الخلائق لا إرادة لهم في أفعالهم. لماذا؟ لأنهم جاءوا وفق علم الله. هسه الإشكالية مو فقط وين في آية التطهير، هو الإشكال بشكل عام يقع علينا أيضا، صح ولا مو صح؟ أين الإرادة وأن الله خلق الخلق وهو عالم بهم، صح ولا مو صح؟ الله يعرف أن هذا مؤمن سيدخل الجنة أم لا، وهذا فاسق سيدخل النار أم لا. فقبل الخلق الله علمه بهم. راح يقولوا لك إذا أنا صليت ما صليت، فعلت كذا ما فعلت كذا، أنا في علم الله هكذا هو تأريخي، أنا في علم الله. فالإشكالية كلش كبيرة، يعني مو عبالكم بسيطة. والله العلي العظيم وحق منبر أبي عبد الله الحسين، غير مدرسة أهل البيت ما تحل هاي الإشكالية، أقسم بالله. ووقع تصادم على طول طول بناء المدارس الكلامية، وقعت إشكاليات. ليش؟ لأن الرأس الهرم، رأس الهرم الذي يحوي كل علوم الدنيا وكل علوم الدين ما موجود إلا عندنا، إلا عندنا إحنا. لما عقول الناس، العقول الضيقة القاصرة تفشل في حلحلة عقدة بسيطة، عندنا أكبر العقد طرحت على أئمتنا بكل بساطة كانوا يعرفوها، بكل بساطة. صح، تاريخ يذكر لك مئات الروايات. واحدة من هاي الإشكاليات ما طرح في زمن الإمام الحسن العسكري، كلكم تعرفون ذاك النصراني لما طلعت الأمة تستسقي تريد مطر ماكو، يطلع واحد نصراني رفع إيديه إلى السماء نزل المطر، يرفع إيده إلى السماء تمطر الدنيا، نزل إيده تقف، قالهم يلا أنتم علماء المسلمين صعدوا قرآنكم كذا ارفعوا إيديكم ماكو مطر، يجي هذا يرفع إيده تمطر الدنيا. حتى شكت الناس بدينها، الناس شكت بدينها، لأنه أخواني الدرس النظري شيء والدرس العملي شيء آخر، شيء آخر. أنت لما يأتيك إنسان يسوق لك ألف دليل، ألف دليل وشهود وكذا، يقول لك الآن جئتك قبل دقائق اغتسلت سبحت في ماء البحر وجئتك وما شاء الله أنا على طهارة، وأنت تشم منه رائحة الدرن، تصدق؟ صدق بي لو ما تصدق، لو كان معه ألف شاهد ما تصدق. لماذا؟ لأنه حقيقة الحال تعطيك دلائل غير الكلام الموجود. اجوا المسلمين، نعم عندهم أدلة على إثبات الله والقرآن والنبوة وكذا وكذا وكذا، في التطبيق يرفعون المسلمين إيديهم ماكو مطر، نصراني يرفع إيده إلى السماء تمطر. شو تقول أنا؟ حتى لو أنا وأنت يمكن موجودين هم يصيبنا الشك، واردها. شكت الأمة بدينه، قالوا من يحل الموضوع؟ ودونا على من؟ على الحسن العسكري. تعرفون وين كان الإمام الحسن العسكري؟ وين كان؟ في بيته، في السوق، في المسجد، في مدرسة علمية، وين كان؟ كان في السجن صلوات الله عليه. شوف، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ويذكرني قومي إذا جد جدهم. وفي الليلة الظلماء جابوا للحسن صلوات الله عليه، بالطريق قصوا للقضية، قالهم هينا هذه،
ما أن وصل قال أين النصراني هذا النصراني؟ قال له أرفع يديك، رفع يديك، قال أفرد أصابعك، أفرد أصابعك، خير يا ابن رسول الله؟ قال قد وضع بين أصابعه عظمة من قبر نبي ما كشفت إلى السماء إلا وأمطرت السماء حزنا. هذه سنة الله، يعني الله خلى قانون، هذا قانون، فرضوا أنه قانون مثل قانون الجاذبية، مثل قانون الجاذبية، مثل قانون، مثل القوانين الفيزيائية الثانية عندنا، هالشكل افهموا. يعني إذا وضعت يدك في النار تدري تصيبك الحرارة والحرق، ما تدري تصيبك الحرارة، الشيخ الكبير يمد إيده يحترق في النار، الطفل الصغير يمد إيده يحترق في النار، هذا قانون، تأملوا. فهذه الإمام بمجرد أن وصل قال أفرد أصابعك، أفرد أصابعه، ها لما أفرد أصابعه وقعت هذه العظمة. ستقول من هاي العظمة؟ كان بنو إسرائيل يقتلون في الروايات بين طلوع الشمس إلى مغيبها 70 نبيا، وكانوا بعض الأنبياء يقطعونهم. وعدكم، عدكم هواي أمثلة، عدكم هواي أمثلة. يحيى أهدى رأسه من دعي إلى دعي، يحيى. زكريا نشروه بالمنشار، قطعوه بالمنشار، قطعوه، وهذا التاريخ. فأصاب منهم عظمة، خلاص انتهى الموضوع. جاء الإمام الحسن رفع يديه، دعا الله، نزل المطر كأنه أفواه الكرب. خلصنا يا ابن رسول الله؟ خلصنا، تفضلوا يعني للسجن. خلصت الإشكالية وكذا، رجع. فأنا ما أريد أجيب روايات وكذا، أولا حتى تلطف الجو لأنه الموضوع شوي بصعوبة، ثانيا هو هذا التأريخ، يعني لولا أهل البيت لاندثر الدين من زمان. فلما سئل العالم كيف علم الله، قال عليه السلام: علم وشاء وأراد، علم وشاء وأراد. تحفظونهم ذن عني؟ ثلاثة: علم وشاء، أولا العلم ثم المشيئة ثم الإرادة. علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى ما قضى، وقضى ما قدر وقدر ما أراد. فبعلمه كانت الأشياء، خلي في بالك، فبعلمه كانت المشيئة، علمه من علمه إيش كانت؟ المشيئة. وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء. والعلم مقدم على المشيئة، والمشيئة ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء. فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء، علم بعد شنو؟ شاء، مو قلت لكم لا تنسوها؟ أولا علم، ثم شاء، ثم أراد. لاحظوا وين يقع مقام البداء، هذه بين قوسين مو موضوعنا، لكن ماذا يقول الإمام؟ فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء، وفيما أراد، وفيما أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، يعني إذا وقع القضاء والإمضاء بعد ماكو بداء. هذا فد بحث. إذا لاحظوا العلم والمشيئة والإرادة، فلا إرادة بلا مشيئة، ولا مشيئة بلا علم. ثلاث أشياء ذني إخواني، لاحظوا. وعلم الله بالمعلوم ليس كعلمي وعلمك بالمعلوم،
علم الله بالمعلوم قبل أن يكون، وعلمنا بالمعلوم بعد أن يكون. فرق بين الاثنين. يعني أنت الآن تقع عينك على شيء فتنتزع صورة من ذلك الشيء إلى ذهنك، من ذلك الشيء إلى ذهنك، فتلك الصورة منتزعة من الخارج، فالمعلوم موجود ثم يأتي رتبة العلم بعد وجود ذلك المعلوم. كلامي واضح؟ لو أعيده الآن، أنا جاي أتكلم وياك، كلامي هذا هو المعلوم، علمك عن كلامي يقع بعد وجود نفس المعلوم. أما علم الله عن الأشياء فالله عالم بالأشياء قبل أن تقع، قبل أن تكون، وعلمه تفصيلي عن كل شيء، يعرف يعلم كل شيء تفصيلا قبل أن يوجد ذلك الشيء. نختلف بهذه النقطة لو ما نختلف؟ ما نختلف، جيد جدا. لا يعزب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله يقول الصغير والكبير كل ذلك موجود عند الله. واضح؟ هذه آية كريمة. كل ذلك الصغير والكبير، الذرة في الأرض في السماء عند الله، وكلها موجودة في كتاب. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هسه شوية راح نجي للنقطة الثانية. إذن علم الله سابق على وجود الأشياء. علم الله سابق على اليمن على وجود الأشياء. بعد ذلك علم الله بتلك الأشياء لكل شيء. هذه الأشياء التي كانت في الدنيا كانت عند الله، وقد أخفى الله ما تفعل، وعملها أخفاه الله تعالى إلا على من شاء ورضي. وإنما الملائكة تكتب علينا، تكتب أعمالنا. فعل الملائكة هو الاستنساخ لما موجود في علم الله السابق. ولكن لذلك ورد في دعاء كميل ليكونا شهودا علي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والعالمة لما خفي عنه. يعني كان الله عالما بفعلك صغيره وكبيره قبل أن تفعله أنت، وإنما أجريت فعله في عالم الملك هنا في الدنيا فأجري عليك وكتب عليك، وإنما هو صورة مستنسخة عن علم الله تبارك وتعالى. لهنا واضح؟ واضح هنا؟ فرب العالمين يستنسخ الملائكة حتى يكون ذلك العمل شهود عليك، شاهد عليك. واضح أخوان؟ بعد ذلك كيف شاء الله، كيف أراد الله، كيف أراد لك أن تكون مثلا، كيف أراد لك أن تكون مؤمنا، كيف أراد لك أن تكون صادقا، كيف أراد لذلك أن يكون كاذبا، كيف أراد لذلك أن يكون فاسقا، لماذا كيف أراد لهذا أن يبني حسينية، ولماذا أراد وكيف أراد لذلك أن يبني والعياذ بالله مثلا مكان ملائق، كيف فرض الله عليهم قال له أنت سوي حسينية وأنت كذا. علم الله بالأشياء أن هؤلاء كل له مشيئته في علم الله، فشاء الله للخلق ما شاءوا هم لأنفسهم. في علم الله هناك في ذاك العالم الله قال تعال انت روح للدنيا مؤمن، انت روح للدنيا فاسق، ما فيش. لا، في علم الله انت وانا شئنا لانفسنا ان نكون من اتباع امير المؤمنين، قال اذهبوا انتم من اتباع، شئت لكم ذلك. في علم الله ذاك وذاك 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 وهكذا لربما كانوا من اعداء رسول الله، قال اذهبوا انتم من اعداء رسول الله. يعني لما شاءوا لأنفسهم شاء الله لهم ما شاءوا لأنفسهم ولم يمنعهم. وضحت الصورة كلش يمكن؟ ها؟ دعوني أقرأ هالرواية هذه، لأن القرآن يقول فلله الحجة البالغة.
بعد لو كان الله فرض علينا ما كل الله حجة. لاحظوا في الرواية، الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، الرواية هواي راح تبين لك المضامين. يا ابن آدم بمشيئتي كنت، بمشيئتي كنت الذي تشاء لنفسك، تشاء لنفسك يعني أنت لما شئت لنفسك أنا شئت ذلك لك. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني بمعنى يهدي من يشاء لنفسه الهداية ويضل من يشاء لنفسه الضلالة في علم الله. واضح؟ لاحظوا، لنفسك ما تشاء وبقوتي أديت فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعا بصيرا قويا، ما أصابك من حسنة فمن الله. ليش؟ لأن كل أفعالك وحسناتك بقوة منه، بنعمة منه، إذن هاي الأفعال هي بنعمة من الله. فما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت اختاريتها. وذاك أني أولى بحسناتك وأنت أولى بسيئاتك مني، وذاك أنني، وذاك أنني لا أسأل عن فعل وأنتم وهم يسألون. رب العالمين يقول أنت شئت فشئت لك أنا ذلك، أطلقت لك حريتك، أنا أطلقت لك حريتك بذلك. لذلك يا إخواني كل إنسان يشاء لنفسه، هو يدققوا بهالعبارة هذه، فمن خلق الله من شاء أن يكون الخلق الأول، من خلق الله من أراد أن يكون من أولياء الله، من خلق الله من أراد أن يكون من أولياء الطواغيت، من خلق الله من أراد أن يكون عبدا للشيطان، من خلق الله من أراد أن يكون عدوا للشيطان، وهكذا كل واحد الله اختار له. أنت شو تريد في علم الله؟ بعد ذلك الله عز وجل أراد لكل إنسان لكل مخلوق ما أراد لنفسه. وضحت صورة المشيئة؟ وضحت. أما مقتضى الحكمة، هاي المشيئة الحكمة شو تقول؟ الحكمة تقول أن الله يعطي كلا بحسب استعداده، كلا بحسب استعداده. فلما إنسان كان بإرادته بمشيئته أنقى أتقى أطهر الخلق عند الله، لما نظر الله أن هذا أطهر وأنقى وأفضل خلقه، جعله الله الصادر الأول والنور الأول، وجعله الله عز وجل وجهه، وجعله الله بابه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي أعطاها الله إليه هو مستعد لها أم ليس بمستعد؟ مستعد. فمقتضى الحكمة أن الله يجعل وليه من؟ يجعل أفضل خلقه من؟ إبليس لو رسول الله؟ يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا لماذا أسجد الله الملائكة لآدم؟ لذلك إبليس إيش قال له؟ قال له ما أسجد له، أنا أريد أنا أكون وليك. لماذا لم يجعله الله وليه؟ لأن الله في علمه أن إبليس يستحق لو ما يستحق، هو عدوه. الله حمل آدم تلك الوظيفة الكبرى، تلك المسؤولية، تلك المكانة. فلاحظوا مقتضى الحكمة يقتضي على الله أن يضع الله عز وجل تلك المقامات بحسب كل إنسان واستعداده، لا مو بس حتى إنسان، كل الخلائق. لاحظوا أخواني الآن أنتم تشوفون ذبابة بعوضة، تشوفون ليش الله خلق بعوضة وذبابة، وخلق مثلا شجرة، وخلق سماء، وخلق إنسان، وخلق ملك، وخلق ليش خلق يعني هالشكل بكيفة، يعني بدون حكمة؟ لو أكو حكمة هذه الذبابة لا تستحق ولا تستعد إلا أن تكون ذبابة، والبعوضة لا تستعد ولا تستحق إلا أن تكون بعوضة، والإنسان لا يستعد ولا يستحق إلا أن يكون إنسانا، وهكذا ضمن قوانين
فأعطى الله كل إنسان مقامه بحسب استعداده هو. هسا عرفت هذا البحث أنا ليش مأجله كم ليلة؟ صار واضح؟ لأن أردكم أن شوي يصير عندنا استعداد. لاحظوا إخواني، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني ما نضع الأشياء إلا بتقدير معلوم، ما نمطي. الآن لاحظوا إخواني، هذا بناء، هذه أرض ومؤسسة، أساس خرسانة تحتمل 6 طوابق، تبني عليها 8، شو يسوي إذا بنيت عليها 8؟ تقع، تقع. كل إنسان إلى حد، هذا الحد قلنا منين إجى هذا الحد وهذا الاستعداد؟ منين؟ من المشيئة اللي أرادها هو هناك في علم الله. بعد ذلك رب العالمين جعل الخلائق بحسب استعدادهم وأعطاهم. لاحظوا إخواني، القرآن يقول، هالآية شوية تأملوا فيها، لاحظوا لما يتكلم عن العطاء الإلهي، قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا ننطي، هذا ننطي، ولكن كل واحد ننطي شنو؟ بقدر شنو؟ استحقاقه واستعداده. إخواني تأملوا لهالآية في دول، وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض. ستقول لي هاي الآية شنو؟ إخواني إذا نزل الماء من السماء إلى لون، إلى لون، إلى طعم، إلى رائحة، لما ينزل الماء في الأرض يأخذ لون الأرض وطعم الأرض ورائحة فإن كانت الأرض سبخة نجسة تنجس الماء، وإن كانت الأرض رقراق طاهرة شبيه الماء ماذا سيكون؟ طاهرا. رب العالمين أنزل الهداية وعطاءه وفيضه إلى كل القلوب، ولكن القلب النجس نجس. القلب الطاهر تألق بعطاء الله، فكانت قلوب أهل البيت هي القلوب الأطهر والأبهى، فلما جاءها فيض الله تحملت أن تكون في أعلى مقام العصمة الإلهية. بعد وضحت أكثر؟ أكثر من هذا، أن الله أودع في كل الناس شيء يدعونا إلى الخير، حجة، حجة، الله كتب علينا حجة، الله أعطانا دافع، دافع نحو الخير. شنو هذا؟ شنو اسمه؟ من يقول لي شنو اسمه؟ كل واحد عنده هذا الشيء. شنو هو؟ اسمه الفطرة، فطرة الناس التي فطر الناس، فطرة الله عفوا التي فطر الناس عليها، فطرة الله. لذلك مرة سماها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لاحظ، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إخواني تأملوا هالآية هذه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كملوا للآية، تتنزل عليهم ال... خب بعد الآية واضحة يقول لك هذا شو وقت تنزلت عليهم الملائكة، تتنزل عليهم شو وقت؟ إن الذين، لاحظوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأنهم أهل استقامة تتنزل عليهم الملائكة، لأنهم جاهدوا أنفسهم لنهدينهم سبلنا. لاحظ، إذن الموضوع شنو؟ أنت ما شئتك شنو كانت؟ شاء الله ما شئت لنفسك، ثم حملك الله ما كنت مستعدا لحمله، فكانت العصمة التي حملت لأهل البيت بهذا المعنى. فإذا كان بهذا المعنى كانوا مجبورين أم لهم إرادة مطلقة؟ بعد قبل لا يجي واحد ويقول مجبورين أهل البيت. لذلك شوف الناس مختلفة، الذين كفروا، لاحظوا إخواني، القرآن لما يتكلم عن أوليائه، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم منين؟
من النور، من يخرجونهم من الفطرة، الفطرة تدعوك إلى الحق، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تتمسك بهذه العروة الوثقى. إذن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله طهر هذه القلوب بالبداية، انطاكم فطرة فأنتم دستوا على هذه الفطرة. صار بعد واضح الكلام؟ إذن لما حملهم الله عز وجل احتملوا ذلك هذه الوظائف، لماذا؟ لأنهم كانوا قد أرادوا لأنفسهم وشاءوا لأنفسهم، فجعلهم الله في أعلى مقامات التطهير، في أعلى مقامات التطهير. لاحظوا، الله ولي الذين آمنوا. إنسان يشاء لنفسه أن يكون وليا لله، ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في المقابل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذن بعد هذا الشرح والتبيين، بعد يصبح رب العالمين قد أجبرنا، لو جعلنا في محل الاختيار والإرادة، محل الاختيار والإرادة، مختارين مريدين لأنفسكم، فشاء الله أن يطهرهم بالولاية التكوينية لأنه علم لهم استعدادهم بالولاية التكوينية واستعدادهم أن يكونوا في مقام أعلى مقامات العصمة صلوات الله عليهم، وفي أعلى مقامات العبودية. هسه ما أدري بعد راح ندخل بالدقيقة 50، وعندنا إشكالية، والمفروض هاي الإشكالية اليوم تطرح، لأن في بحث غدا أريد أطرق بحث العبودية لرسول الله. إشكاليات، شوف القرآن شو يقول عن رسول الله، شو يقول عن رسول الله، شو يقول عن أهل بيته. أكو ناس شو تقول عن رسول الله؟ يا عمي رسول الله ترى شنو أنتم جاي تسوونه؟ خطأ، رسول الله يخطأ. بلي هسه أنت تقول لي أستغفر الله، عليه من تقول لي أستغفر الله؟ يقول لك أنا ما كفرت، القرآن يقول، القرآن يقول لو ما يقول. لاحظوا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليش؟ ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما شنو بعد مطهر وشنو معصوم. لذلك قالوا بخطأ النبي وقالوا بأن النبي يذنب. نعم اتفق البعض هكذا، قالوا خب ما يقولون بالذنوب الكبيرة، يقولون ذنوب صغيرة. الذنوب الصغيرة تطلع من النبي، تطلع من النبي. يخطأ النبي في التبليغ، قالوا لا بالتبليغ ما يخطأ. ليش فقط بالتبليغ ما يخطأ؟ بحياته البقية يخطأ ويصيب ويذنب. هم يقولون يذنب، هذا شو رد عليهم؟ طبعا هناك تفسير ظاهري وباطن لهذه الآية على وجه السرعة. التفسير الظاهر، التفسير الظاهر، في رواية وردت عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، جيد اليوم هو ذكرنا الإمام الرضا، هذه الرواية ما طرحه المأمون، سأل عن هذه الآية، فماذا أجاب الإمام الرضا؟ مجمل الجواب، ما أريد أطيل عليك. الإمام الرضا قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أذنب. عدوا الآية تقول ما ليغفر الله. قال كان مشركي قريش، كان مشركي، لم يكن عند مشركي مكة أعظم ذنب من محمد رسول الله. أهل مكة، مشركي مكة كانوا يشوفون رسول الله هو المذنب، ما عندهم واحد مذنب مثل محمد. ليش؟ لأن يعبدون 360 إله، يجي رسول الله يبدلهم بإله واحد. فلما وعده الله وجاء الفتح، جاء الفتح وعرفوا الله
فانقسم أهل مكة، منهم من آمن برسول الله ومنهم من لم يؤمن. عند ذلك ليغفر الله ما تقدم من ذنبك، هذا الذنب اللي هم كانوا يحملوه على رسول الله أنه ذا ذنب، عند ذلك عرفوا أن رسول الله كان مذنب لو لا؟ قالوا ما كان مذنب. هذا تفسير الظاهر. تفسير الباطن أن رسول الله صلى الله عليه، هذا على وجه السرعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الذنوب مو مقصود ذنوبه أنت هو كشخص، وإنما أعطي مقام الشفاعة فشفع للمذنبين من أمته وشيعته، فقيل ما ليغفر الله ما تقدم من ذنبك من ذنبك. طبعا هناك روايات عن الإمام الصادق، نعم، ولكن لأن المحل ما يحتمل مثل هذا الكلام راح أتعداه، فقط إشارة أن الله غفر ما تقدم، يعني غفر ذنوبهم بشفاعتك، أنت استشفعت وغفرت هذه الذنوب ومحيت هذه الذنوب. صار واضح؟ صار واضح أخواني؟ دقيقتين ثلاثة ممكن؟ هناك معنى أبعد وهو الأصوب. ما هو؟ أن رسول الله كان في مقام الفناء والعبودية المطلقة لله، فنى في ذات الله، انصهر في ذات الله، فكان في أعلى مقام العبودية عند الله، فكان يرى حق الله عنده أكبر من كل ما يقدمه لله من عبادة، فكان يرى في نفسه التقصير، فتقصيره وإقراره بذنبه أنه كان يعتقد أنه مذنب لأنه في مقام الذوبان، في مقام الانصهار في ذات الله، في مقام الفناء كما يعبر عنه في علم العرفان، في مقام الفناء المطلق عند الله كان يرى كل أفعاله لا تليق بحق الله، حتى أنه لما كان يصلي واحدة من زوجاته كانت تقول كان يقف إلى الصلاة يقف حتى تورمت قدماه، تورمت قدماه، فبكت عليه كل حجر ومدر، بكوا على رسول الله لشدة العبادة، فنزل قول الله طه ما أنزلنا عليك القرآن. يعني إخواني القرآن كان يقول له يا رسول الله خفف، فيقال له يا رسول الله أوليس قد غفر الله لك ذنبك، فكان يبكي ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذا الذنب هو الذنب الذي يحبه الله، عجيب ذنب الله يحبه، ما هو؟ أن الذي فنى في ذات الله رأى أن كل ما يقدمه ذنبا وتقصيرا في ذات الله. أعطيك معنى صغير هذا يفيدك بحياتنا أنا وإنت إخواني، لما نقبل على الله ترى كل أعمالنا لا شيء، أعمالنا أفعالنا حق الله، تقدر تقول تؤدي جزء صغير من حق الله، كل شيء. شايفين لما نركع إخواني، بس هذا المعنى خلوه في ذهنكم، لما نركع نقول سبحانه، أريدك تجي هذا الذهن، هذا الصورة تجي بذهنك، لما تركع تقول سبحان ربي، سبحان التسبيح التنزيه والتقديس، أنت تقدس الله في الركوع، تقدس منين؟ واحدة مما تقدسه تقدس الله من ركوعك، تقول سبحان ربي ركوعي هذا لا يليق بك، سبحان ربي العظيم وبحمده، إلهي ركوعي لا يليق بك. ولما تسجد ماذا تقول؟ إلهي سبحان ربي الأعلى، إلهي سجودي هذا ذنب بحضرتك، أنت مو هذا السجود إليك، لكن هذا سجود صدر من العبد المقصر. شفتوا المعنى شوي ولا؟ لما ترفع راسك من السجود يستحب شو تقولون؟ عيدوا ليها بصوت عالي، أستغفر الله. ليش تقول أستغفر الله؟ لأنك رفعت رأسك، السجود أجلى حالات العبادة والذوبان في الله، لما ترفع رأسك تستغفر تجعل ذلك كالذنب. بعد وضحت الصورة؟
لما تشيل رأسك من السجود أنت تستغفر لأنك تعتقد أن هذا ذنب، رفعت رأسك من السجود تقر بأنه ذنب، والحق أن تبقى ساجدا حتى تتقطع أوصالك بين يدي الله. حتى في إبراهيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا خطيئة يا إبراهيم، لأنه في مقام الفناء فيرى أفعاله تقصير بحضرة الله. إذن صار المعنى واضح، ليغفر ما تقدم من ذنبك. إحنا إيش قلنا عن هاي الآية؟ هسه شنو اللي فسرناها؟ واحدة من أعلى مقامات العبودية لرسول الله لو لا؟ جاوبوني. وغيرنا إيش فسرها؟ رسول الله يذنب، يذنب ويجيك واحد ويصيح حبيبي يا محمد. حبيبك شنو؟ عرفوا الفنتو يا حبيبي. حبيبك تقول عنه مذنب، حبيبك كاتل نفسك وتطلع لي وكذا، وحبيبنا حبيبك مني. انتم فسرتوا القرآن ضد رسول الله. رسول الله حبيب قلوب المؤمنين الذين صدقوا برسول الله. حبيب رسول الله من؟ الحسين صلوات الله عليه. يعني الحسين حبيب رسول الله، والحسين حبيب رسول الله. كيف قضاه؟ كيف قضيت يا أبا عبد الله؟ يا نور عيني، قضى تحت حوافر الخيل، تطأه الخيول بحوافرها، فهويت إلى الأرض جريحة، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، وانخفضت وانقبضت، لاحظ، واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك. يا أبا عبد الله، وبعد؟ وأين حل الأمر بنسائك؟ صرنا سبايا، بنات رسول الله، اللي لو رآهم رسول الله على هذه الحالة ماذا سيقول رسول الله؟ ها؟ ماذا سيقول رسول الله؟ زينب فخر المخدرات، تأخذ سبية صلوات الله عليها، تطلع زينب سبية. لذلك التفتت مرة إلى جهة المشرع، جهة المشرع، ومرة المن إلى الحسين، خويا يا أبا الفضل تسمع من زينب إيش راح تقول لك؟ تقول فزت عين شمر بصوت، فزت عين شمر بصوت، حسرتها. عيدة اسمع. يا بفزت صوت، فزت عين شمر بصوت، حسرتها بيد الصوت يركض شتى مخوت، الصوت يركض شتى مخوتها من كثر الضرب مزق عبايته. صاحت يا ملعون اتركني من كثر الطق ورمتني، خويا اجيت بين قوم وطيح للكافيل، تقل اعذرني خاف بجيتي ما قابل
حق الخوة طلعني يا ابو فاضل ارد اعتب ويا الذعتابي. ها بعد ذلك تمر على الحسين تصيح صاحت يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهل الحمية يا أخوة فاطمة لحقوا علي يا با يا أخوة فاطمة لحقوا علي يا هنا وصلكم خبر عني بيكم لا يرد ويخي بظني ويلي ويلي اخذوا اثر درب نجدوا عني ولو نص الطريج تلاحقوني. بعد زينب تقول لو نص الطريج تلاحقوني ولو مدخل الشمس بقوني ترى يردون بيها يطببوني. خويا خويا يا ابو علي هالبيت هذا هواي يطلبونه هواي. اسمع اسمع بس راح يجرح قلبك. تقول خويا بكثر ما عدتوا النسوان بالسوق والله بالسوق بالسوق بكثر ما عدتوا النسوان يا ابن امي بالسوق اثر قيد السلاسل ظال بالساق سنة ونص ما نسيت شلون شلون أنا بالسوق طحت من ناقتي وضحكوا علي علي والله طحت من ناقتي أو ضحكوا علي. بعد زينة زينب بويا تقضي الليل زينب تقضي الليل زينب كون والدور نوبة نوبة تصير عمة ونوب دكتور دكتور ويلي تعالج يا ضلع يا متن مكسور يما يا يما جمعة النسوان والبنات زينب. يقول زينب زينب جمعت كل اليتامى وتشوف بظهر كل واحد علامة علامة. هواي هواي زينب هواي تجمع العيال اليتامى هواي هواي تبكي هؤلاء اليتامى يبكون عند زينب. لكن زينب المكلفة زينب كلفت هذه المهمة الكبرى بعد الحسين. لكن إذا قعدت زينب وحدها ويجن عليها الليل وتصيح خويا يا أبو علي خويا أنا من يان من يان جاتني الغاضرية ولخذت خواني مايا يا نداي ولزينب النوح لفقد شقيقها. يا الله إلهي بمحمد وآل محمد وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تجعل الدنيا أكبر همنا.
زدنا من فضلك، شافي وعافي كل مريض يا الله. اللهم أغني كل فقير، أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض حوائجنا، فرج عن مكروبنا، اللهم عجل في فرج إمام زماننا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. اللهم تقبل منا بقبولك يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، لأمواتنا وأموات الجالسين والمؤسسين ومن مات على ولاية آل محمد، ولوالدينا ووالديكم ثواب مجلسنا وثواب الفاتحة مع الصلوات.